تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم وناخد عيلة يجب أن. عيلة يجب أن ده هي عيلة كبيرة قوي، عبارة عن ثلاث عائلات في بعض كلهم بيدوني معنى يجب أن. مش طيب، السؤال هو أنا محتاج أعرف الفرق ما بينهم هما الثلاثة المعاني والكلام ده في نيو؟ قال له لا، بس في الام هاي والليفل اه. طيب اول عيلة معايا هي عيلة ماست. ماست، ولو انا عايز انفي هقول ماسنت، يبقى ماست معناها يجب وماسنت معناها لا يجب. اول عيلة. تاني عيلة، ودي العيلة اللي هي كبيرة قوي، ودي عيلة هاف تو. ادي هاف تو اهي، ودي هاز تو اهي. حلو قوي. والعيلة دي فيها شغل كتير قوي وهقول لك ليه. طيب تالت عيلة معايا، ودي عيلة شود. احنا اتفقنا قلنا ان كله معناه يجب، شود معناها يجب وشودنت معناها لا يجب. حلو جدا. طب هسأل سؤال يا مستر، اسأل، هو انت ليه هاف تو هاز تو ما عملتلهمش النيجاتيف بتاعهم حالا دلوقتي؟ تمام. طيب خلي دول في النيجاتيف والكويستشن كمان شوية. تعال بقى نمسك ماست وماسنت والفرح ده. اول حاجة في شوية تشابهات ما بينهم هما التلاتة. ايه هما يا دكتورة ريم؟ كلهم يا فندم معناهم يجب ان، سواء كانت ماست او شود او هاف تو او هاز تو. متفقين؟ حلو. كلهم بعدهم الانفينيتيف، يعني ماست بلس انفينيتيف، مسنت بلس انفينيتيف، هاف تو بلس انفينيتيف، هاز تو بلس انفينيتيف، شود وشودنت برضو بلس انفينيتيف. يبقى اول معلومه هنطلع بها كده، يبقى ده كده بالنسبه للتشابهات. طيب تعالى بقى نشوف الاختلافات. اول حاجه اختلافات في الشكل، ودي هيجيبها في الاختيارات. الوحيده اللي هي بتتبع بتو هي العيله السوداء دي اللي هي عيله هاف تو هاز تو، لكن ماست لا تتبع بتو، هي ومسنت ولا شود ولا شودنت. امال دول بيتبعوا على طول بالانفينيتيف، لكن هاف لازم يجي معاها هي وهاز اي تو. فانا هاجي لك في الامتحان كده اقول لك يو شود تو سبيك بولايتلي، فطبعا حضرتك بصص هنا هو شايف ان في تو، فانا هشوري شد خالص واروح حاطط هاف. امين يا شباب؟ طيب لو انا جيت في الامتحان قلت يو هاف sleep late it's my advice، دي نصيحتي ليك، يبقى في الحاله دي هشيل هاف واحط شود عشان شود للنصيحه. طيب كده انا عرفت الحاجات اللي هي التشابهات، كلهم معناهم يجب ان، كلهم بيجي بعدهم انفينيتيف. هنبدا الاختلافات. اول اختلاف في الشكل ان دي بتتبع بتو لكن الباقي ما بيتبعش بتو. طب تعالى يا مستر محمد ناخد حاجه كمان، امسك لي بقى واحده واحده كده وقول لي الثلاثه بيتكلموا عن ايه. اول حاجه معايا للاوبليجيشن. اوبليجيشن اللي هو الالزام. مش لو انا عندي حاجه ملزمه زي مثلا ان انا اقول لك يو ماست جو ناو، هنا الجمله دي قالها ضابط شرطه، هنا معناها يا ريناد لو انا ما مشيتش هيبقى في عقوبه ممكن توصل لحياتي، ممكن الضابط ده يكون بيضرب نار او بيطرد لصوص ولا حاجه، فهو بيقول لك امشي من ده، امشي دلوقتي، فلو انا ما مشيتش يبقى هتبقى فيها مشكله كبيره. طيب هنا اهو يو mustn't مثلا sleep late، برضو دي الزام ان انت ما تنامش متاخر. طب ليه يا ريناد؟ لان يبدو ان الولد ده عنده بكره ايه اكزام، فطبعا لو نام متاخر الساعه 4 5 الفجر ولا حاجه مش هيعرف يصحى الصبح. تمام. طيب ده بالنسبه للاوبليجيشن. في عندي بعد كده اللي اقل منها شويه اللي هي النيسيسيتي، وخلي بالك الكتاب كاتب حاجات كده بيقول لك الزام داخلي والزام خارجي، سيبك من الكلام الكبير قوي ده. تمام. نيسيسيتي اللي هي معناها الضروره، هنا اهو هاف تو وعندي هاز تو. استاذنك ركز. طيب هنا يا مستر الدرجه اقل شويه، هاف تو دي هتيجي مع الاي والوي واليو والذي والبلولر ناون. حلو قوي. طب وهذا هتيجي مع هي وشي
و it والسنجلر ناون. عايز تسأل حاجة يسأل حاجة. طيب قال لك هنا هو have to. لو أنا يا ريم حطيت في الامتحان كلمة not في الحالة دي هشيل have to وحط don't have to. طب has to هشيل has واروح حاطط doesn't. في عيال بيقول لك has to، لا هي doesn't have to. انت مركز مركز. يبقى انا عندي have to النيجاتيف بتاعها don't have to، طيب has to النيجاتيف بتاعها doesn't have to. انت مركز كده حلو جدا. طيب لو انا عايز اعمل question، question هنا انت بتحط do وبترجع او بتخلي الحاجة بعديها have to. طب هنا هو بتحط does وبتخلي has to بتحولها ل have to. يا مستر انا مش فاهمة، يعني انا لما اجي اقول لك كده في الامتحان yes I have to sleep early. لو انا مثلا سيجيت، وطبعا ده مش عندنا في الامتحانات في نظام هلو، بس هنقول في الليفل، لو انا جيت قلت لك اسالي بدو هتعملي ايه؟ اروح حاطه دو يس خلصت، اليو بتنزل او الاي بتنزل يو هاف تو وادي سليب وادي ايرلي. طب واحده كمان، لو انا جيت قلت يس هي هاز تو سليب مثلا ميلك، عايز تعمل ايه؟ قال لك حط دز. حاضر حطيت دز، هشيل يس اللي هي هتنزل هاز تو، هتنزل هاز تو، لا هتنزل هاف تو، واكمل جملتي. انا هنا فهمت حاجه، فهمت ايه؟ فهمت ان انا عندي ورده هيجي معاها هاف تو. مين بقى؟ لو انا شفت دو بحط بعديها هاف تو، لو انا شفت دز احط بعديها هاف تو، شفت دونت احط بعديها هاف تو، شفت دزنت احط بعديها هاف تو. طب لو انا شفت اي وي ويو وذي والبلولر برضو هاف تو. حد قاعد مش فاهم؟ طيب تعال بقى نرجع لمصتتين. انت هنا اديتني الكويستشن وهنا اديتني النفي، طب هنا انت اديتني نيجاتيف. طب الكويستشن ازاي؟ كل اللي بتعمله بتحط ماست مكان يو، ماست هنا بدل يو بقى خليها اي، ماست اي سليب مثلا ليت، يقول لك نو يو ماست سليب ايرلي مثلا. طب عايز اعملها مصنت، يبقى يو مصنت سليب ليت. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى ممكن تعملها بالشكل ده وبالشكل ده. طيب انت مركز، يبقى هنا عندي ماست وشود هيتعملوا مقص، لكن هاف تو هاز تو بشيلهم وبحط دو او داز في الكويستشن. حد قاعد مش فاهم؟ اكيد. طب كمل يا مستر. ادي شود اهي، شود هنا هي وشودن بيستخدمون النصيحة. طب سؤال، هو انا اعرفها ازاي؟ هتيجي تلاقي الراجل بيدي لك كلمة ادفايس ينصح، بيدي لك كلمة ادفايس نصيحة. لو شفت الكلمتين دول اللي هنشوفهم كمان شوية، خد شود وشودن. طب ما تديني اكزامبل، لما اجي اقول لك كده يو ماست مثلا ستدي هارد It's my advice. دي نصيحتي for you لك. يبقى هنا هون هشيل must وحطه should. طب سؤال يا مستر، اسأل. لو انا جيت قلت لك عايز اسأل بشود هتعملها كده should I study hard، هل يجب ان انا اذاكر بجد؟ Yes you should. عملت cross you should study hard. تمام يا شباب؟ يبقى تين must وشود. ركز يا ريم، must النيجاتيف بتاعها بكلمة not الدنيا سهلة، should النيجاتيف بتاعها بكلمة shouldn't الدنيا سهلة، must بعمل كروس، should بعمل كروس، have to has to هي اللي ايه مختلفة خالص. have to مالها؟ هم فيها بدون have to، هسأل بدو have to، has to هم فيها ب doesn't have to،
هسأل ب does have to. ده خلصت الدرس بتاعي، بالإضافة إن إحنا قلنا إن have و has معهم to ثم الانفينيتيف، أما الباقي must و mustn't و should و shouldn't الانفينيتيف لازم فيهم على طول. تعال نحل عشان نطبق. طيب أنا جالي سؤال يا شباب قبل ما أكمل حل، تمام؟ هنا زميلتي بتقول هي has to sleep late او خليها early بقى. بتقول لي هنا انت هتنفي has to هتنفيها ب doesn't، ليه ما تحطش has to؟ صح تمام. طيب اولا انا هحط doesn't و don't بيجي بعدهم الانفينيتيف. الانفينيتيف بتاع has هو have، ودي تو هتيجي تقولي طب ما فيه هي، هقولك ما هو بتاخد اس صح، الاس اللي بتاخدها خليتها مين؟ دز، ملهاش عندنا حاجه. لكن انا هي عمليه ارتياح، دونت ودزنت بيحب يجي بعدهم الانفينيتيف، يبقى الانفينيتيف اهو ماليش دعوه بدي. عارف ان انا شلت دزنت اهو، شيل دزنت اهي هترجع هاز تاني. طب دزنت موجوده؟ لا، دزنت بتحب تيجي جنب مين؟ اصبح هنا في مسافه ما بين الهي والهاف عن طريق مين؟ دزنت. طب الهي انا عايز اس بعديها، ردناك اهو بالاس بتاع دزنت. اوكي طيب ايه كمان؟ محمد صاحبي بيقول لي he has to sleep early. طيب بيقول لي هو انت ليه هنا هو ما حطيتش hasn't to؟ صح. طيب خد معلومه، طول ما have و has بيترجموا النفي بدون to doesn't، ما بيترجموش النفي بنون، مش فاهم. ترجم كده هو يجب ان، هنا has to ترجمت نفيها هيبقى بدونت او بدزنت. طب لو ما ترجمتش، بص الجمله دي he has eaten ice cream، ترجم كده هو ياكل او اكل ايس كريم، صح؟ هل هنا هو has ترجمت؟ ما ترجمتش. ليه؟ لان هي فعل مساعد والفعل الرئيسي اللي هو مين؟ eaten، صح؟ يبقى لو عندي هاز كفعل مساعد النفي بنط، لكن هاف وهاز لو فعل رئيسي النفي بدونت ودزن. على سبيل المثال بص كده I have ice cream، عندك فعل غير هاف؟ انا هنا هو هاف ده شايفها كأنها ايد، حد عنده اعتراض؟ I have ice cream كأني شايفها ايد ايس كريم. طب هو انت ايد ده اصلا بتنفيها بمين؟ بتنفيها بإتنت؟ haven't؟ لا، بتنفيها بdon't، يبقى I don't have ice cream، يعني أنا مش باكل ice cream. لكن لو أنا جيت قلت لك كده I have، بص كده eaten ice cream، لا هنا الكلام اختلف، eaten هنا اللي بقت رئيسي وهنا بقت دي مساعد، فهنا النفي بnot. أكيد أمين كله تمام. تعال بقى نشوف التطبيق. تعال بقى نكمل كمان معايا في كلمة might. might ده هي برضو من العيلة اللي بيجي بعدها الانفينيتيف اللي هو المصدر، انت مركز. طب هي might دي معناها ايه؟ معناها ربما، يعني 50-50، يعني احتمال الحاجة دي تحصل واحتمال لا. طب يا مستر محمد سؤال، ما انت كل اللي اديتهولي كله بيجي انفينيتيف، طب انا هفرق ازاي؟ هفرق عن طريق كلمتين. ايه هما؟ اول كلمة لو انا شفت كلمة possible وهنا possible معناها محتمل، يبقى لو شفت possible الجملة دي بتاعت مين؟ might. لو انا شفت uncertain، uncertain معناها غير متأكد، برضو تبقى الجملة دي بتاعت مين؟ بتاعت might. في حاجة كمان في كمان كلمة زي كلمة not sure، يعني معناها برضو غير متأكد، يبقى لو شفت كلمة من الكلمات دي خد له might. بس ترى انا مش فاهم، تعال نشوف الجملة دي. لو انا جيت مثلا قلت لك it might ولا must ولا should rain tomorrow I am not sure، هناخد مين؟ بس اوكي. طيب في درس تاني انا كنت عايز برضو ايه اديه في فيديو لوحده،
تعالوا ندمجه مع بعض في الفيديو ده. استأذنك هتقولي كده يا محمد، امسك كده. طيب خليك معايا بقى، مش احنا من شوية ده جرامر 2، استأذنك ركز معايا، مش احنا من شوية يا دكتورة ريم كنا بناخد هافتو فاكرها، وكنا بناخد هاستو فاكرها، الاثنين دول كان معناهم ايه؟ يجب ان افتح الصوت عادي وتكلمي عادي، مفيش مشكله، الناس اللي بتسمعنا دي مننا وعليها. يبقى هنا اهو هاف تو هاز تو معناهم ايه؟ يجب ان، خلاص. طيب لو انا يا محمد، انا طبعا بتكلم فيهم عن البريزنت، يجب ان تذاكري يا ريم، يجب ان ما تتاخريش عن الحصه يا ريم، يبقى انا هنا بتكلم عن البريزنت. طيب لو انا بقى بتكلم عن الماضي المهبب الباست، هنا في الحاله دي هاف تو هاز تو يتحولوا لهاد تو. ايش معنى يا مستر؟ حتى ده هي معناها كان يجب أن، يعني إيه؟ يعني شفت مرة عيل طلع من الامتحان كده أبو ماسكو عمال يقول له إيه قصيدة يو هاد تو، يو هاد تو ستادي هارد، كان يجب أن تذاكر بجد. أوكي، يبقى هنا هو ده بتتكلم عن الباص. طب سؤال يا مستر محرك كمان، اسأل، هو أنا لو فتحت أقواس وكتبت لك كده هاف تو ولا هاد تو ولا هستو، تختار مين؟ هقول لك انا هلحقك واروح حاطط لك هنا اهو لاست ويك، هتاخد ايه؟ خلاص الجمله راحت في سكه هاتو، وصلت؟ وطبعا هستو هافتو ما بيجوش مع الماضي، يبقى لو في كلمه داله على الماضي مالها؟ هافتو هستو تديها لي لمين؟ لهاتو. طب سؤال تاني اسال، فاكر هافتو؟ اه كنت بتنفيها بمين؟ don't have to. حلو، طب و has to؟ doesn't have to. فاكره يا ريم؟ فاكره. طيب تفتكر لو انا عندي had to هتتنفي بمين؟ don't و doesn't، النيجاتيف بتاع الباست بتاعهم didn't. طيب didn't ايه؟ ما تقوليش had to بقى، didn't have to معناها لم يكن واجبا ان، ما كانش لازم تعملي كده، ما كانش لازم تعملي كده اهو. you didn't have to show it in my bedroom، يعني ما كانش لازم تصوتي في اوضه النوم بتاعتي وتخلينا تلبس، تمام؟ يبقى هو هنا بيعاتبها عتاب المحبين، تمام؟ حد قاعد مش فاهم؟ الدكتوره رينات فاهمه؟ الدكتوره ريم؟ طيب لو انت عايز تسال، لو انا عايز اسال، خليكي معايا بطلي ضحك الله يهديكي، لو انا عايز اسال هسأل في الماضي هات تو دهي، طبعا انت عرفت اللعبة خلاص، هات تو بتتسأل عنها بديت، وطبعا هات تو بتتحول لهاف تو، مركز؟ يبقى هنا هو ديد شي هاف تو، طبعا لما روحوا بقى للمأذون والموضوع كبر، فالمأذون بيقول لها ايه؟ هل هي كانت يجب ان تصوت شاوت ان ذا بيدرو، كان في حاجة يعني في تعبان، في حاجة قرصتها ولا حاجة، واللي هي كانت بتخض ولا حاجة؟ فطبعا هنا الإجابة قالت له إيه؟ يس، ماشي، وراحت عملت مقص، يس شي ديد. طب عايز تكمل شيل ديد وقول له شي إيه؟ هاد تو شاوت، كان يجب أن تصوت، فقد رأت عفريتا، تمام؟ ده هاد تو. محمد مركز، قول لي عايز إيه؟ لو أنت حطيت ديد خلص الكلام. أنت محمد؟ أيوه. أنت محمد؟ أيوه. كده خلص، انا فهمت. ممكن بقى تيجي تقول لي ايوه انا محمد محمود الساكن في فيصل اول شارع مش عارف ايه، براحتك، يبقى ده تكمله. فانت لما قلت لي ايه شديد، ما ينفعش اقول له ايه شديد هاي، خلاص خير خلص. طب مش عايز ديد، كمل لي بقى كده. دي بيسموها الشورت انسر او اللونج انسر، اجابه مختصره، الاثنين واحد، ما فيش مشكله. هو كده كده مش هيجيب لك الحوارات دي كلها، احنا ايه؟ احنا في مملكه نيو هالو الجميله، حيث تشوز او كومبيت، ما فيش ري رايت ولا الفرح اللي. لا الدنيا سهلة وحلوة. طيب معايا؟ تعالى بقى نسأل ريم أو نسأل رينات. يلا يا دكتور رينات، لو أنا جيت قلت لك يا رينات I can، أو بلاش أنا، خليها ريم. ريم can eat 6,000 sandwiches in the breakfast. لو انا عايز احط كلمه is احطها ازاي؟ زي الزكوش، اعملها ازاي؟
هوقف الفيديو كده واشوف المواهب وبعد كده ارجع لكم تاني. طيب رجعنا لكم بعد الفاصل. تمام، انا طبعا قفلت الفيديو عشان ما احبكوش ان انتوا تتشلوا من التعليقات، فقلت انا اتشل انا لوحدي وبعد كده ايه يعني. طيب هو هنا عايز از، صح؟ حلو قوي. طيب از مكان كان، ادي كان اهي بتساوي از، بس بشرط ان انت تحط لي ايبل تو انفينيتيف، يبقى كان بيجي بعدها الانفينيتيف. كان ده هي معناها يستطيع، بتساوي ام او از او ار ايبل تو. ايبل تو دي معناها قادر على، يبقى انا هشيل كان ده واحط مكانها از ايبل تو وكمل جملتي زي الشاطر، يبقى ريم از ايبل تو ايت وكمل الفرح اللي هي كان بتاكله ربنا معاه. تمام يا مستر محمد فهم؟ طيب خلاص احنا فهمنا اللعبه. لو انا جيت قلت كده اهو اي كان سويم، وجيت قلت لك في الامتحان حط ايام، على فكره الاسئله دي كانت بتيجي زمان في الامتحانات، فطبعا العيال كنت بقى ما شاء الله بتشوف مواد، تلاقي واحد حط لك ام هنا، واحد حط لك ام هنا، واحد حط لك هنا، واحد هنا، وتلاقي واحد شايل لك كان وحاطط ام. تمام. طيب ما انا عارف، ما انا بقول لك هتشيل كان وتحط ام ايبل تو، وبقت الجمله نازله زي ما هي اي ام ايبل تو سويم. هقول لك على مفاجاه، اقول انا لسه ما جيتش للدرس بتاعي، ده كله تمهيد للدرس بتاعي اللي هو ايه بقى. ركز معايا، مش انت قلت لي ان كان بتتفك بام از ار ايبل تو، صح؟ وان ايبل تو ده هي معناها قادر على انفينيتيف. طب سؤال يا ريم، لو انا عايز اجيب الماضي بتاع كان، حلو، طب اذا لو هو جايب بين الاقواس كود هتتفك بمين بقى؟ عسل. يبقى كود ده هي تفكيكها بمين؟ هو ده درس النهارده، بوز وير ايبل تو انفينيتيف. يعني ايه استطاع؟ معناها كان قادرا على. ناخد مثال، حاجه اقول لك كده اي، طبعا احنا عارفين ان ووز بتيجي مع اي وهي وشي وات، وان ما انا بتكلم، انا يعني بفترض، يعني بفترض حسن الخير يعني، وان وير بتيجي مع وي وبي وزي. تمام، والجمع تمام. ايوه اي كود فلاي، هي كده الجمله دي تنفع؟ اي كود فلاي تنفع لو انا حطيت هنا اهو اكايت، صح كده؟ انه التلاعب باللغه. هنا هو يجي يقول لي حط ووز، اعملها له ازاي يا ريم؟ عاش، يبقى هنا هو هشيل له كود دي واقول له اي ووز ايبل تو فلاي اور فلاينج اور فليو اكايت نو فلاي اونلي ذا انفينيتيف. حد قاعد مش فاهم؟ طيب سؤال بقى، لو انا جبت قلت لك حط كودنت، تفتكر كودنت دي هتتفك بمين؟ عسل، يبقى كودنت هتتفك بوزنت او ويرنت ايبل تو، وكمل جملتي زي الشاطر، هي ايبل تو بيجي بعدها مين؟ الانفينيتيف. مركز؟ يبقى انا تقريبا كل الدرس بتاعي ده عمال اتشنكل في الانفينيتيف ما عدا هي وشي وات، هي وشي وات بتاخد هاز تو. طيب اهو انا هكتبها فوق، ما عدا هي وشي وات، هي وشي وات هتاخد ايه؟ هتاخد تلات حاجات اللي هم مين؟ هتاخد هاز تو، هتاخد داز هاف تو، هتاخد دازنت هاف تو، الباقي كله انفينيتيف. اوكي يا شباب؟ طيب لو انا جيت قلت لك كده رينات wasn't able to shout in the class، ما كانش قادرة ان هي تصوت في الفصل، فخلي تريم تقوم بالمهمة، يعني البنات لبعضها. يجي هنا ويقول لي في الامتحان حط كودنت، مش انتوا لما المدرس بيخرج ولا بيغيب ولا حاجة بتغنوا الدحرج ويجري يا رومان والحاجات دي؟ ما بتعملوش الاغاني دي، تقعدوا تجروا على الديسكات والحاجات دي؟ ماشي، انا كنت زمان بعملها يعني، بس ربنا هداني. يلا بينا
ها هعملها ازاي؟ هروح شايل ده كله اهو واروح حاطط كودنت. يبقى هقول له كده رينات كودنت شاوتس ان ذا كلاس. الجمله دي فيها حاجه غلط، هاجي اقول لك كوركت صحح. هتقول لي ايه؟ ها اهي، يبقى ده كده اللي ايه تيجي كده في الامتحان ايه بتاع الهلو اهو، هقول له شاوت. حد مش فاهم؟ مش فاهم حد قاعد؟ حد قاعد مش فاهم؟ ها في سؤال جالي من احد متابعين البرنامج، تمام، بيسالني يا مستر هو لو انا جبت في الامتحان كده معايا رند قلت لك اي ام ولا ووز ايبل تو مثلا درينك تي مثلا، هختار مين؟ بص انا مش هجيبها كده، بس لو حضرتك شفت وين بعديها ماضي بسيط خد ووز اوير. تيجي ناخد مثال، يبقى هاجي اقول لك كده اهو زي الجمله دي كده، قرب معايا كده 326 قربها معايا كده. بص انا عينيا لمحت ايه؟ عينيا لمحت يسترداي معايا ند، فانا هنا بقول له ايه؟ I am so sorry، انا اسف، I was able to come on time yesterday because the bus. لا هنا هقول له was ولا wasn't؟ I wasn't able to come on time، يعني انا ما كنتش قادر اجي في الميعاد بتاعي لان الباص ايه اتعطل. فاهم يا فندم؟ طيب بص يا محمد، when he was 5 رمى ليت الصفحه بتدور على عيل تايه من مامته ليوتيوب. طيب ربنا يرجعه لاهله يا رب. يبقى هنا هنا شفت وين هي ووز معايا ريناد، وين هي ووز اهي ووز ماضي بس. يبقى في الحاله دي اقول له ايه؟ كود ماهر ايه؟ انا عايز كود دي بيجي بعدها الانفينيتيف، هناخد مين؟ سويم. حد قاعد مش فاهم؟ طيب هات اللي بعده يلا بينا. My mother told me that I not able to speak until I was about 4. بص كده في علامات زي told bust زي I was، ففي الحالة دي هقول له ايه؟ قول يا محمد تبين؟ wasn't. طبعا مش هقول له wasn't واسكت عشان ما يعملهاش غلط، هقول له wasn't able to. هات اللي بعده يلا يا ريناد. Mother have to buy more rice because we didn't، يعني لمحت didn't bust، يبقى البست بتاع have يبقى had to، يبقى mother had to، طبعا had بس عشان فيه تو مكتوب. mother had to buy، ماما كان يجب ان تشتري ارزن because لانه لا يوجد لدينا الكافيا او ارزن كافيا، تمام، فهي مجتهدة حقا. هاتي نمبر 5. last series day، طبعا خلاص انا كده داخل في سكة البسط. هنا هو بقى بيقول لك I not have to، هتبقى ايه؟ ريم انه دورك. ماشي بس دي بسط. عايش يبقى didn't have have to didn't have to. اوكي رينات رينات حلت. محمد طارق have to go to the dentist yesterday، انا عينيا لمحت yesterday had. بس خلي بالك لما تيجي تقول had اقرا معنى الجمله، شوف المعنى عشان ممكن يكون يقصد بها نيجاتيف. طارق كان يجب ان يذهب الى طبيب الاسنان لان اسنانه تؤلمه حقا. 7 يلا يا رينات. I didn't have to، ماذا عن have to؟ ياتي بعدها ماذا؟ يبقى هنا do، يبقى I didn't have to do what my friend suggested، يعني انا ما قدرتش، انا لم يكن يجب ان افعل ما قاله صديق علي، فهذا صديق سوء. نمبر 8 it was يا رينات. it was very windy، ريم it was very rain windy، انه يوم عاصف. so planes الطائرات، هل كانت قادرا على ان تقلع ام لم تكن قادره على الاقلاع والمغادره اداره المطار؟ يا دي النيله، ايوه كده weren't لانها جمع weren't. حتى نمبر 9 يلا محمد. because it was foggy in the morning I could see the road well، كان هنا في شبوره عشان كده هو قدر وانا ما قدرش يشوف الطريق.
لا ما هي كود دي مش هتقول لي لا انا عايزهم فيها، مش عايزهم، انا عايزهم فيها، عايزهم في كود. لقد تعطل الحاسوب الخاص. ايوه كده، لقد تم عمل الحاسوب مره اخرى. couldn't. يلا يا ريناد، my brother able to. وهنا هو عينيا لمحت yesterday. wasn't. ايوه كده صح، يبقى wasn't able to. بسرعه اخر واحده، مش عايز اطول الفيديو ده. ريم سوري مام، I wasn't able to do. لو عملتها دو بس هتتعمل كلها غلط. اوعى. هات اللي بعده. طب تعالى نوقف ده، تعالى نشوف 309. ناخد حتتين ثلاثه كده من الصينيه دي من الطرف كده. يلا يا ريناد، مين اللي هيحل؟ يلا يا دكتور محمد، اتفضل يا فندم. We mustn't keep our password secret. must يبقى يجب ان تحافظ على كلمه السر. ايه سر؟ يعني سر. فكرتني اول ما عملت الفيسبوك في اول يوم كده، فانا مش فاهم بقى، فروحت حاطط للناس الباسورد بتاع البتاع بقى كده بتاع الفيس يعني. بس الحمد لله ما كانش مصر بتستخدم الفيس بكتير يعني، ما كانش حد فاهم هو ايه ده اصلا يعني. تمام. فطبعا يجب ان انت تحافظ على كلمه السر بتاعك، ما تقعدش تنشرها ايه قدام الناس. she doesn't. ريناد، doesn't بيجي بعدها ايه؟ اشكرك. دكتور ريم، you mustn't tell anyone about your friend's secret. I advise إذا advise you. should or shouldn't. تعال نشوف should كده، يجب أن تحكي لكل واحد أسرار زميلك. أه فعلا أنت بتعمليها. أه should ولا shouldn't؟ shouldn't. four. طيب هقف بقى معاك لحد كده، هدي لك ده في سي دبليو هنحله، عشان بس انا مش عايز اخلي الفيديو يزيد عن نص ساعه يعني. ثانك يو يا شباب، اند جود باي.